لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، والصلاة أمام الإمام خارج المسجد مع ودود متسع خلف الإمام لا يجوز. هذا موقف يشبه موقف المنفرد خلف الصف، فالأحوط بل الأصح لمن صلى أمام الإمام أن يعيد طالما وجد مكان في الخلف. المسجد في بره المسجد، في بره المسجد خلفه، لكن هو يصلي قدام الإمام خارج المسجد مع وجود مكان خلف الإمام، هذا مثل الموقف المنفرد خلف الصف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان غلط أرباب السلوك والإرادة في باب إثبات الأسباب والقوى والطبائع، بعد أن ذكر أن منهم من يظن أن شهود الحقيقة الكونية هو أجل مقامات العارفين، وأن الفناء في شهود هذه الحقيقة هو الغاية المطلوبة، وأن من وصل إليها سقط عنه لزوم التفرقة بين الأوامر والنواهي، لزوم التفرقة بين الخير والشر والطاعة والمعصية، بل من شهد الحقيقة الكونية، يعني من شهد أن الأمر كله بيد الله وأن الأمر بقضائه وقدره، فهذا هو اليقين، فلا يلزمه التزام الشريعة. فذكر أقسامهم، منهم من جعل ذلك عاما فهو يسقط الأوامر والنواهي جملة ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع ومصلحة العوام ومبادئ السير، ومنهم من لا يرى إسقاط الأوامر والنواهي والتشريعات عمن شهد الحقيقة الكونية، وكل هذا من أقبح الجهل. قال فصل: ومنهم من لم يرى إسقاط الفرق الثاني جملة، بل إنما يسقطه عن الواصل إلى عين الجمع. هو ده نفس القسم الذي ذكره أولا، ولكن بيستطرد فيعود إلى تقريره. كما ذكرنا قبل، هناك فرق طبيعي، فرق مبني على الشهوات، أنا أريد كذا ولا أريد كذا، فلان عنده كذا وأنا ليس عندي، فيعيش في حياته من أجل تحصيل إرادات النفس وينازع غيره وينافسه على ذلك، وهذا حال أهل الدنيا الذين يتنافسون عليها ويقتتلون عليها ويحسد بعضهم بعضا عليها وتكبر بعضهم على بعض بسببها ويقتل بعضهم بعضا بسببها. فهؤلاء أصحاب الفرق الطبعي يشهدون الاختلاف بين إرادات الناس وبين إرادات أنفسهم، ولكن هذا الفرق عندهم مبني على الطبائع، على الشهوات، على الرغبات الدنيوية. هذا هو الفرق الطبيعي أو الطبعي الذي سماه هنا الفرق الأول، وأن هذا هو سبب وقوع أهل شهود الفناء فيما وصلوا إليه، لما رأوا قبح ما عليه أهل هذا الفرق، قبح طلاب الدنيا وقبح تنافسهم عليها، فرأوا أنه لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، لابد أن لا يكون التفرقة مبنية على ذلك، فرأوا أن شهود الجمع كاف في إسقاط هذا الفرق، وهو شهود أن الأمور كلها مردها إلى الله، خيرها وشرها، طاعتها ومعصيتها، حسنها وقبيحها، كل الأمور مردها إلى شيء واحد، وهذا معنى الجمع.
والفرق الثاني هو نوع آخر من الفرق. بعد أن تشهد توحيد الربوبية لابد أن تشهد افتراق إرادات الناس بناء على الشرع، تشهد افتراق أعمال الناس بناء على الحلال والحرام، بناء على الأمر والنهي. هذا هو الفرق الثاني الذي أسقطه أهل الجمع، الذين قالوا إذا شهد الإنسان حقيقة الربوبية، إذا شهد قضية القضاء والقدر وأن الأمور كلها بيد الله، لم يلزمه التفرقة بين الطاعات والمعاصي والحسنات والسيئات. وهذا الذي جر إليه الكلام، قول صاحب المنازل إن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. فيقول: ومنهم، من هؤلاء الغالطين في من أرباب السلوك، من لم يرى إسقاط الفرق الثاني. إسقاط الفرق الثاني هو الفرق الشرعي، الفرق بين الطاعات والمعاصي، بين الحلال والحرام، بين الأمر والنهي. قال: لا نسقطه جملة، مش هنسقطه عن جميع الخلق، مش هنقول لا مفيش أصلا حسنات ولا سيئات لجميع الناس، بل إنما يسقطه عن الواصل إلى عين الجمع، الذي وصل إلى شهود واستحضار أن الأمور كلها مردها إلى شيء واحد، إرادة الله، حكم الله القدري الكوني بأن يقع هذا ولا يقع ذاك، بأن يهتدي هذا وأن يضل ذاك، بأن يفعل هذا طاعة وهذا معصية. مشاهدته واستحضاره في كل لحظة وفي كل تصرف يقع أمامه، إذا وصل إلى هذه المرتبة، هذا لم يعد ملتزما بشهود الفرق الشرعي، ولم يدع له ذلك استحسان حسن ولا استقباح شيئا، هو ظاهر كلام صاحب المنازل أولا. أما ما دام سالكا، قال: وما دام سالكا أو محجوبا عن شهود الحقيقة فالفرق لازم له. يعني ما دام لسه بيدرب نفسه، ما دام في طريق تهذيب نفسه على طريق السلوك إلى الله عز وجل سالك، يعني ما زال في بداية الطريق، لأن ده مش أمر سهل. شهود الجمع هذا ليس أمرا سهلا، الإقرار به باللسان نعم، لكن شهود واستحضاره في كل لحظة، في كل لحظة، في كل طرف عين، في كل تصرف من التصرفات التي تقع أمامك، ليس سهلا أن ترى أن إرادة الله فوق ذلك. هذا الشهود الذي كان عليه أنبياء الله عز وجل، أعني أنهم يستحضرون أن كل خلجة وكل يعني طرفة عين وكل دابة الله أخذ بناصيتها في كل اللحظات، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا مع هذا الشهود وهذا الاستحضار مستحضرين الفرق الثاني أيضا. عندهم تفرقة بين الطاعات والمعاصي، بين المؤمنين والكفار، بين الأبرار والفجار، مع شهود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، مع شهود وإليه يرجع الأمر كله، هناك فاعبده وتوكل عليه. فهذا هو الشأن، أن يكون الإنسان عنده الفرق مع الجمع، عنده إياك نعبد مع إياك نستعين. إياك نعبد شهود أننا مكلفون بأوامر وطاعات، فعلها هو العبادة وتركها هو المعصية، فنحن نعبد الله وحده لا شريك له، ونحن نرى في ذلك أنه لن نوفق إلا بإعانة الله، لأن الأمور كلها بيده، لأن الهداية من عنده، لأنه هو الذي هدى من هدى وأضل من أضل. فهو الذي وصل إلى عين الجمع، يعني الذي شهد الحقيقة الكونية. كما ذكرنا شهود هذا الأمر ليس أمرا سهلا. هؤلاء المبتدعون قالوا أن من وصل هو الذي سقط عنه الأمر والنهي، وكما ذكرنا أمثلة على ذلك من قبل، من يقول أن الذي جذب المجذوب الذي جذبته العزة الإلهية حتى شهد الحقائق صار لا يلتزم، لا تلزمه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا غسل من جنابة ولا غير ذلك، لا يلزمه شيء من ذلك لأنه وصل. وهذه الأمور وسائل، وقد وصل إلى الغايات فسقط عنه الفرق الثاني الذي هو خلاف الفرق الأول.
الفرق الأول الفرق الطبعي، فرق الشهوات، إن أنا أريد كذا ولا أريد كذا، وفلان ينازعني في كذا فأنا أنازعه في كذا بناء على الشهوات وعلى الدنيا والتنافس في الدنيا. لا، هناك الفرق الثاني اللي هو الطاعات والمعاصي، مع شهود أن هذه الأمور طاعات ومعاصي وقعت بقدر الله. فأما يقول من دام من لم يزل سالكا، ما دام سالكا لسه ما وصلش، وكذلك من كان محجوبا عن شهود الحقيقة اللي مشغول بالأسباب جدا اللي قلبه متعلق بها، ده ما يسقطش، فالفرق لازم له. فجعلوا التشريعات لازمة للسالكين المبتدئين، ولغير الواصلين لا تلزمهم، للواصلين لا تلزمهم. يقول وهؤلاء أيضا من جنس الفريق الأول، بل هم خواصهم، فإذا وصل واصلهم إلى شهود حقيقة الجمع لم يجب عليه القيام بتفرقة الأوامر. يقول إن الأوامر دي تفرقة، الأوامر دي بتخلي فيه حسنات وسيئات، بتخلي فيه شهود لوجود العبد، لوجود إرادة العبد، وهم عايزين يوصلوا إلى الإيه؟ الفناء، بحيث إنه ما يحسش بإن فيه خلق موجودين، عايز يوصل إلى درجة إيه؟ إن هو شاف الشمس فما فيش إيه؟ نجوم، عشان كده عايز يوصل للدرجة دي، إنه ما يشعرش بوجود أي شيء خالص. فبيقول الأوامر بتخلي الإنسان يشعر إن فيه خير وشر وطاعة ومعصية، وأعمل دي ومعملش دي، وإن ده كويس وده وحش وده مؤمن وده كافر، فعايزين يفروا من هذه الإيه؟ لأن ده عندهم نقص. فقالوا اللي يوصل خلاص بقى ما يلزموش، اللي يوصل إلى حقيقة الجمع، اللي يشهد أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى ومن عندي وأنه هو الذي قدر، فلا يجب عليه القيام بتفرقة الأوامر، وإن قام بها فلحفظ المرتبة وضبط الناموس وحفظ السالكين عن الذهاب مع الفرق الطبيعي. يعني قدام الناس هيقوم بيها عشان مرتبته ما تسقطش، عشان الناس ما تتهموش بالايه؟ بالزندقة، وانه راجل منحرف بيقول ما فيش ايه؟ ما فيش فرائض ولا نواهي ولا فيش حلال ولا حرام، فيقول هنعملها قدام الناس، ويسموا ده ايه؟ تلبيس. يؤدي العبادات وهو ما عندهم ان الانبياء بيلبسوا على الناس، وان الشريعه بتلبس على الناس بهذه الطريقه، لان هم بيؤدوا الحاجات دي وهي مش في الحقيقه ايه لازمه ولا حاجه. يعني بيؤدوا العباده عشان حفظ المرتبه وضبط الشريعه، عشان ما حدش يتهم الوحي بالبطلان ولا ان هم مخالفين للوحي، وحفظ السالكين، وعشان الناس الجهله ما يمشوش مع الناس في الفرق الطبيعي، ان هم حياتها لو انت قلت لهم ما فيش فرق خالص، يعني لازم هيقعوا في التفرقة ايه؟ في التفرقة الطبيعية، في طبعهم هيتنافسوا على الدنيا، فهنقول لهم لا، التزموا بالحلال واجتنبوا الايه؟ الحرام. في الحقيقة ان ده مش لازم، بس احنا بنقول لهم كده علشان القيام بحفظ المرتبة وضبط النفس وحفظ السالكين عن الذهاب مع الفرق الطبيعي قبل شهودهم الحقيقة، عشان الناس لسه ما شهدتش الحقيقة، فاحنا هنقول لهم التزموا الطاعات واتركوا المعاصي من هذا الباب. ويسمون هذه الحال تلبيسا، وقد تقدم لكم وسيأتي إن شاء الله كشف هذا التلبيس الذي يشيرون إليه كشفا بينا. وقد تقدم أنهم يحتدون على سقوط الفرق عمن شهد الحقيقة بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني إيش يحتدون على سقوط الفرق؟ يعني على سقوط الأوامر والنواهي، على سقوط التشريعات، على ان ما يلزمش الانسان لا صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا حج ولا جهاد ولا امر بالمعروف ولا نهي عن منكر، لان كل الحاجات دي فيها ايه؟ فرق. فرق يعني ايه؟ يعني تشهد ان ده عايز ولا مش عايز من العباد، وهو الصح عندهم الفناء، فاللي وصل للفناء يبقى ايه؟ يبقى ما فيش حاجه فرق بين الخير والشر والحسنه والسيئه. فقالوا اللي يحتجوا على هذا الامر عمن شهد الحقيقة اللي هي اليقين عندهم، اللي هي الحقيقة الكونية اللي هي يسموها الجمع، اللي هو شهود أن الأمر بيد الله، مع إن ده حق طبعا أن الأمر بيد الله، لكن ده ما يلزمش منه سقوط الشريعة وسقوط الأوامر والنواهي. يحتدون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال دي عبادة في المرحلة اللي هي لسه ما وصلش، لما يوصل لليقين ويستحضر كده أن كل حاجة موقن في كل لحظة من اللحظات أن هو بأمر الله، يبقى ما يعبدش ربنا. نعوذ بالله من هذا الضلال، وهو هذا هو الكفر. ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا المقام، وإنما كان في قيامه بالأعمال تشريعا، يعني كان بيعلم الناس بس، لكن هو ما كانش محتاج، ولا كان إن هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على إنه مأمور بذلك.
يقول: وقد ذكرنا أن اليقين هو الموت، وأنه من المعلوم بالإضطرار من دين الإسلام أن الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف. اليقين في الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مظعون: أما هو فقد أتاه اليقين، يعني الموت. فالعبد مأمور كل العباد بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الموت لأن يظل يعبد الله، كما قال المسيح عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما فيش حد أبدا تسقط عنه الأوامر والنواهي بزعم وصل، والعياذ بالله. ده في من أعظم يعني أسباب الانحراف عن العقيدة الإسلامية بالجملة، بل واستحلال ترك الواجبات واستباحة وجحد وجوب الواجبات المعلومة للدين بالضرورة. وده كان من أعظم أسباب الكفر. لدى طوائف عظيمة انتسبت إلى السلوك، وانتسبت إلى أنها تهذب أنفسها وأنها صاحبة تصوف ونحو ذلك، فوصلت إلى اعتقاد حل المحرمات وترك الواجبات بزعم أن صاحبها قد وصل إلى اليقين الذي هو شهود الحقيقة الكونية. يقول: هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف إلا إذا زال عقله وصار مجنونا، ونعوذ بالله. وإن الخلاف كده يبقى كافر، خصوصا في الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، وهي بالتأكيد داخلة في كلامهم. يعني إن هم بيقولوا التشريعات كلها مش لازم الصلاة والصوم ورمضان وغيره، لان هذه الامور معلومه دين بالضروره. لذلك اللي بيوصل لهذا الانحراف اذا خرج من المله والعياذ بالله، لانه بينكر المعلومه دين بالضروره. قال فصل: ومنهم من يرى القيام بالاوامر والنواهي واجبا اذا لم تفرق جمعيته، فاذا فرقت جمعيته راى الجمعيه اوجب منها، فيزعم انه يترك واجبا لما هو اوجب منه. يقول: انا هلتزم بالاوامر والنواهي، هلتزم بفعل الاوامر وايه وترك النواهي ما دام ان الامر ده ما بيخلينيش انشغل عن شهود الجمعيه اللي هي حضور القلب دائما، انه شاهد في كل لحظه ان اللي بيتحرك قدامي ده بالخير او بالشر، او انا لما اتحرك بالخير او بالشر ده امر الله. فبيقول: لو انا لقيت نفسي صليت مثلا ولا صمت ولا قرات قران ولا عملت حاجه، لقيت نفسي انشغلت عن القضية دي، عن شهود من الأمر بيد الله، هروح جاي شايف الحاجات دي. مش حتير. لأن أهم حاجة إن أنا أشهد الجمعية دي، إن أنا يكون قلبي مجتمع على شهود إن اللي عمال يتحرك يتحرك بأمر الله، وإن اللي طالع اللي عمل الخير اللي عمل الشر كل ده بأمر الله. فبيقول إن إذا لم تفرق جمعيته يقوم بيها. لو لقاها بتفرق جمعيته يبقى هيتركها. فيزعم، بيقول لك ليه؟ ان الجمعيه اوجب، فيزعم انه يترك واجبا لما هو اوجب منه. هذا ايضا جهل وضلال. فان راى ان الامر لم يتوجه اليه في حال الجمعيه فهو كافر. اذا شاف نفسه ان ساعه قلبه مجتمع على شهود ان الامور بيد الله وان الامر من عند الله سبحانه وتعالى، انه خلاص كده ما يلزموش اوامر ونواهي ولا صلاه ولا صوم ولا زكاه، يبقى كافر، خرج من المله. وان علم توجهه اليه واقدم على تركه، يقول: انا عارف بس انا غلطان، انا عارف انه يلزمني بس انا غلطان، بس مش قادر بقى عشان انا مشغول بحاجه اهم. ماشي كده؟ زي اللي يقول عمل عباده كده مثلا. ماشي كده؟ لو قلت له انت ساعه ما انت بتشتغل الصلاه مش فرض عليك، قال لك: اه مش فرض عليا، خلاص ما دام انا بشتغل عندي شغل، يبقى ده خارج من المله، لانه بيستحل ترك الصلاه. لو واحد شاف ان هو طالما الصوم بيخليه ما ينتجش كويس مثلا، يبقى الصوم عندما يلزمه العمل يبقى الصوم مش فرض، ونغير بقى المواعيد ونصوم في غير الاوقات المساعده عشان الانتاج ما يتاثرش، يبقى خارج من المله. ماشي كده؟ وبين واحد تاني بيقول له العمل عباده بس الصلاه يقول لك فرض بس انا مشغول، اهو ده بقى ما بقاش خارج من المله على قول من لا يكفر ترك الصلاه او كفر الاوامر. بيقول: وان علم توجهه توجه الامر اليه واقدم على تركه، يعني يقول: لا، ساعة الجمعيه دي انا ملزم بالاوامر برضه، بس بيتركها بزعمه ان هو مشغول بحاجه اهم، فهات له حكم امثاله من العصاة والفساق. قال فصل: ومنهم من ارباب السلوك دول من يرى الامر لا يسقط عنه،
ولكن هو بيقول لا انا ملتزم الاوامر لزمانه لزمانه في جميع الاحوال، في حال الجمعيه وفي حال التفرقه، سواء كان انا شاهد كويس حقيقه الحقيقه الكونيه ولا مش شاهدها، سواء انا استحضرت ولا ما استحضرت، الاوامر لازمه لنا جميعا. دول بقى دول داخل الشريعه، دول بلا شك يعني فنين من انحرافهم وصل الى الخروج من المله، دول داخل الشريعه بلا شك. يقول ولكن اذا ورد عليه والد الفناء والجمع غيب عقله واصطلمه، اصطلمه يعني ازاله. يقول بس اللي بيحصل فعلا ان الانسان لما يوصل في حاله الجمع دي اللي هو شهود ان الامر جاء بالله، اللي هو شهود القضاء والقدر، بيغيب عن الوعي، يقوم ما يحسش بان في اوامر ولا نواهي، يبقى غاب عن الوعي، غاب عقله، فلم يشعر بواجب الوقت، عدى عليه الوقت وما حسش ان كان لازم يعمل الحاجه دي في الوقت ده، ولا فلم يشعر بوقت الواجب، فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره حتى يفوته فيقضيها. بيقول لما افتكره بقى انا استحضر ان هو كان عليه انه كان يصلي وهو ما حسش ان الوقت عدى، لانه كان مشغول لحاله بان هو يخلي قلبه مستحضر في كل لحظه ان الامر من عند الله. هو شهود توحيد الربوبيه، وده واجب انه يشهد بس من غير ما يغيب الايه؟ العقل. ما يخليكش ان انت تقوم بجزء من الشريعه معطلا لجزء الايه؟ الاخر. ما يكونش استحضارك لاياك نستعين يذهب عنك حقيقه اياك نعبد. يقول فهذا متى استدعى ذلك الفناء وطلبه فليس بمعذور في استلامه. يقول هذا الشخص بقى لو ان هو اللي بيوصل نفسه عمدا الى هذه الحال اللي بيغيب عنه فيها بصيرته وعقله حتى لا يشعر بمرور الاوقات، يبقى ايه؟ غير معذور في ان هو وصل الى درجه الفناء دي، لان انت غير ماذون لك انك تغيب عقلك. معنى كده؟ غير ماذون لك انك تغيب بصيرتك، ربنا ما امرناش بالكلام ده. بل هو عاص لله في استدعائه، في انه بيستدعي بيطلب ما يعرضه لاضاعه حق الله. هو عاص لله في استدعائه ما يعرضه لاضاعه حقه، وهو مفرط امره الى الله عز وجل. ومتى هجم عليه غير استدعاء وغلب عليه ومع مدافعته له خشيه اضاعه الحق فهو معذور وليس بكامل. نفترض ان واحد حصل له الحكايه دي من غير طلب، من غير ما هو يقعد يستحضر في نفسه المعاني اللي بتوصله لدرجه الغياب عن الشهود الواقع استغناء بشهود نور الحق، اللي هي مساله زي اللي شاف الايه؟ الشمس وشاف النجوم، النسوة التي قطعنا ايديهن، اللي هو ممكن يوصل لمرحله. فاذا كان الامر بدون استدعاء منه، حصل له غصب عنه، يبقى معذور لان هو غاب عقله باي سبب من الاسباب، غياب العقل، ولكن ده غير كامل، ولكن هذا ناقص في الحقيقه في حاله، بل الكمال وراء ذلك، وهو الانتقال عن وادي الجمع والفناء والخروج منه الى اوديه الفرق الثاني والبقاء. الفرق الثاني اللي هو الفرق الايه؟ الشرعي، اللي هو يفرق بين الحلال والحرام والطاعات والمعاصي والحسنات والسيئات والمؤمنين والكفار، ويبقى اشهد ذلك مع كونه اصلا ما انتفاش عنه شهوده للحقيقه الكونيه، بس هو ما غيبتوش شهود الحقيقه دي عن بقاء نفسه، عن البقاء ده اللي هو ضد الفناء. بقى شايف ومستحضر، شايف نور الشمس بس متاكد ان النجوم موجوده، معانا كده؟ وبالتالي فبينكرش وجودها، ولا بيقول انها مش موجوده، ولا بيقول انا مش حاسس بيها في هذه الطريقه يعني هيبقى وجود هذا الامر ان هو عنده بقاء، شعوره بان الاشياء بقيت ما زالت، الله يبقيها سبحانه وتعالى، الله جعل للعباد اراده، هذه الاراده تنصرف في بعضهم الى الخير وتنصرف في بعضهم الى الشر، والكل بمشيئته سبحانه وتعالى. فده هو الواجب، هو الكمال، اللي هو يحقق اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد ده بقاء، لان يقول انا بعمل، مش كده؟ اني اعبد، نحن نعبد الله، فليس كذلك؟ وحده لا شريك له، ده معنى اياك نعبد، مش كده؟ واياك نستعين ده جمع، وده ايه؟ شهود الحقيقه الكونيه القدريه،
وان الانسان بيستحضر انا مش هقدر ولا غيري ولا اي حد في الدنيا ان يعمل حاجة الا بهداية الله وتوفيق الله واعانة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فده جمع بين الامرين وده هو الكمال الحقيقي، وليس زوال العقل هو المطلوب. زوال العقل ده عارض عرض للبعض، مش هو ده الكمال، ولا ده مطلوب ولا ينفع استدعيه ولا ينفع اطلبه ولا ينفع ان انا اقول انا عايز اوصل للفناء. معنى كده لو حصل للبعض انه بقاش حاسس بنفسه ولا بالدنيا يبقى معذور، ماشي كده؟ لكن هل ده حال السلف الكمل؟ لا، ده هم في الحقيقة كانوا بيظلوا على محافظة على الطاعات واجتناب المعاصي، وبيوصلوا في درجات في الخشوع في الصلاة الى انهم فعلا مش حاسين بالدنيا اللي حواليهم، بس مش حاسين، مش انهم مش حاسين بالدين اللي حواليهم. معنى كده هو بقاش حاسس بالدنيا اللي حواليه، بس عارف ان في طاعة وفي معصية وفي مؤمنين وفي كفار وفي ظلمة وفي مجرمين وفي أمر معروف ونهي عن منكر. ما يغيبوش الكلام ده أبدا، عمره ما يغيب عنه ويظل عليه، لو عنده بقاء، عنده فرق شرعي وليس فرق إيه؟ طبعي. يقول فالشأن كل الشأن فيه، في هذا الانتقال من وادي الجمع والفناء والخروج إلى أودية الفرق الثاني والبقاء. يقول وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة على الإطلاق الجنيد بن محمد رحمه الله، ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع والفناء ما وقع لأجله، فهجرهم وحذر منهم وقال عليكم بالفرق الثاني، فإن الفرق فرقان: الفرق الأول وهو النفس الطبيعي المذموم، وليس الشأن في الخروج منه إلى الجمع والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة الكونية، بل الشأن في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق الثاني. إنما يكون عندي شهود الحقيقة الكونية، شهود القضاء والقدر مع التزامي بالشرع، مع شهود الفرق الثاني هو الفرق الشرعي وهو الحقيقة الدينية. ومن لم يتسع قلبه لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت قدميه، ولينبذه وراءه وراء ظهره مشتغلا بالفرق الثاني. فهو مش قادر، يبقى خلاص مش مهم ايه عمل الطاعات. لو انت ما انتش قادر توصل لدرجة انك تشهد اللي بيعصي ربنا ده، اللي بيظلم ده، اللي بيكفر ده، اللي بيحارب الاسلام ده، مش قادر تستحضر ان هو ربنا اللي قدره على كده، علشان تستحضر حكمة ربنا وقدرة ربنا، وعشان تستحضر ربنا ابتلاك بيه عشان لينظر كيف تعمل، ولحكم عظيمة جدا. ولو ما سكتش مستحضر في نفسك هذا الامر، مع ان ده نقص طبعا، لازم تستحضر الحاجات دي كلها، بالعكس انت مش هتوصل الا لو استحضرت الامور دي. لو انت مش قادر التزم بالطاعات وانت وربنا يعينك عشان توصل الى ان انت تبقى شاهد في نفس اللحظه اللي انت بتعمل فيها الطاعه ان انت بدون ربنا ما تقدرش، وان اللي بيعمل المعصيه ده لو ربنا اراد انه يمنعه يمنعه. فانت هتوصل ازاي؟ تعمل ايه؟ الطاعات، التزم بالطاعات عشان توصل. بالعكس انت لو بطلت الطاعات وفوقعت المعصيه مش هتوصل ابدا، ده انت هتقع في، ترجع للفرق الاولاني اللي هو فرق ايه؟ الفرق الطبيعي النفساني اللي هو التنافس على الدنيا. انت لو تركت الطاعات هتضيع خالص. فانت عشان توصل للمرحلة دي زود الطاعات، اقرأ قرآن كتير، صلي كتير، صوم كتير، وتدبر القرآن عشان تقدر توصل للجمع بين الامرين، بين ان هي الامور بيد الله سبحانه وتعالى، وان احنا نعمل الطاعات ونحبها ممن اتى بها احنا وغيرنا. يعني نحبها من نفسينا لما نعملها، ونحبها من غيرنا لما يعملها، ونكره المعاصي لما نعملها من نفسينا، ونكره المعاصي اللي يعملها ايه من غيرنا، وننهى عنها، ونحارب من اجل اقامة الدين، ونجاهد في سبيل الله علشان هو ده الفرق الشرعي الثاني. فاذا ما انتش قادر تعمل ايه، بيقول دع فناءك تحت قدميك واشتغل بالفرق الثاني. والكمال ايضا وراء ذلك وهو شهود الجمع في الفرق والكثرة في الوحدة. شهود الجمع في الفرق هو اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو شهود ان شايف افتراق الناس، غني وفقير، مؤمن وكافر، بر وفاجر، اشهد ان كل ده، وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يبقى ربنا اللي فضل سبحانه وتعالى، مش بس في الدنيا، فاقبل ده وفي الاخره، ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. ربنا اللي فضل، ربنا اللي من، ربنا اللي من على المؤمنين وخذل الكافرين. استحضر دي دايما، هو ده الكمال الحقيقي، ده الكمال الواجب، ان الانسان يكون مستحضر في كل لحظه من اللحظات ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى،
وأن الخير والشر كل بقضاء وقدر، تؤمن بالقدر خيره وشر. ده من دون كده يبقاش في إيمان حقيقي بالقضاء والقدر. وإن كانت الناس بيسهل عليها الكلام لكن يصعب عليها الشعور، إن ممكن نتكلم صح ولكن من الصعب إن احنا نكون مستحضرين، عايزة جهاد طويل، والجهاد الطويل ده بفعل الإيه؟ الطاعات وترك المحرمات عشان يصفو القلب، علشان يستحضر فعلا الحقيقة الأكيدة وهو أن الأمر بيد الله، وتشهد في ذلك أن الله أحب الطاعات وأنت لذلك تحبها وتفعلها، وأن الله كره المحرمات ولذلك أنت تكرهها وتتركها. وهذا هو شهود الجمع في الايه؟ في الفرق. يعني الامور المفترقة مردها الى شيء واحد، وشهود الكثرة مع الوحدة او في الوحدة، شهود من اشياء كثيرة كلها مردها الى شيء واحد هي ارادة الله وتحكيم الحقيقة الدينية على الحقيقة الكونية. فهذا حال العارفين الكمل. الله، ايوه كده صح، ادي معنى الوحدة، خالق كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، وفي نفس وتبقى مستحضر خالق كل شيء، دي فيها الخير والإيه والشر، الطاعات والمعاصي، الأبرار والفجار، المؤمنين والكفار، مستحضر هذا الأمر وتحكم الحقيقة الدينية، يعني الأوامر النواهي تلتزم بيها فاجعلها محكمة على الحقيقة الكونية. قلوا فهذا حال عارفين الكمل. جاب الشعر بقى ما كانش ينبغي يحطه أبدا، يسقى ويشرب لا تلهيه سكرته عن المدين ولا يلهو عن الكافي. طبعا دي لا ايه تشبيه طبعا في غير مكانه، لان ده يعني زلة يعني في الحقيقة انه يستدل بدي. هو جاب الحديث بعدها على طول، بقول ليه كده؟ لان طبعا ما ينبغيش تشبيه الاحوال الشرعية بالاحوال الايه المنكرة، مش كده؟ الكاس والسكر ده ايه احوال منكرة، ما ينبغيش جاب حال الكمل بحال دول، فدي غلطة جامدة جدا بلا شك، غفر الله له وسامحه الامام القيم رحمه الله. يقول: إني لأسمع بكاء الصبي أنا في الصرف أتجوز فيها كراهة أن أشق على أمه. أدي بقى حال الإيه اللي هو اللي جمع بين الأمرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأسمع بكاء الصبي أنا في الصلاة. فهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما غيبوش عن الواقع، والتزم بالفرق الشرعي إن ساعة ما تسمع كده يتخفف مراعاة لحال المأمومين، وإن الإمام مأمور بالإيه بالتخفيف، خصوصا مع ورود من يحتاج إلى التخفيف، مع انه حاضر في الصلاه هو يحب ان يطيلها. ليه؟ لانه حاضر في الخشوع، لان في حضور قلب، لان في خشوع، ولان في يعني تلذذ بالعباده، ويريد ان يطيلها صلى الله عليه وسلم. ولكن حكم الحقيقه الشرعيه وهو انه هذا الامر مامور بالتخفيف فخفف. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته واشتغاله بالله واقباله عليه يشعر بعائشه اذا استفتحت الباب، فيمشي خطوات يفتح لها ثم يرجع إلى مصلاه، وذكر في صلاته تبرا كان عنده فصلى ثم قام مسرعا فقسمه وعاد إلى مجلسه، فلم تشغله دمعيته العظمى التي لا يدرك لها من بعده من بعده رائحة، التي لا يدرك لها من بعده رائحة، يعني مفيش حد هيوصل للي وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش واحد هيوصل لهذه الجمعية وهذا الحضور، ومع ذلك لم تشغله عن هذه الجزئيات صلوات الله وسلامه عليه. يقول فصل: ومنهم من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه فإذا جاء الأمر قام إليه وبادر بجمعيته فإن صاحبته وإلا طرحها. يعني بادر إلى الأمر مع أهل الجمعية وهو مستحضر قوته بالله، مستحضر ان انا هقوم اعمل الطاعة دي بتوفيقه عز وجل. لو لقى نفسه الموضوع هيشغله، موضوع الجمعية ده هيشغله، فان صاحبته الجمعية وإلا طرحها، لا يقول لا انا دلوقتي اهم حاجة نفذ الامر ده الشرعي ده، وبادر الى الامر. وان صاحبته إلا طرحها تركها وبادر الى الجنة وعلم انه لا يسعه غير ذلك. وخد بالك، الواحد قد يقول في نفسه هو مع وازاي الواحد يطرح الجمعية دي، ازاي الواحد لازم في كل لحظه يشهد ان لا حول ولا قوه الا بالله؟ اه صح، ما هو ده شهود اعتقادي نظري، لكن استحضاره في كل لحظه صعب، مش سهل لكل واحد. عشان كده افترض الامام ابن القيم ان الامام متمكن والعلم متمكن، وبعدين لقى نفسه يعني ساعه ما بيعمل الطاعه ما بيشهدش زي كمال شهوته في لحظات ثانيه،
هو معتقد تماما الاعتقاد ان لا قوة الا بالله، بس في فرق بين انه يعتقد ان لا قوة الا بالله وبين انه يكون حاسس بيها كويس ومستحضرها تمام الاستحضار. الموضوع زي ما قلنا مش موضوع علم وحالة نظرية وتصديق فقط، ده حالة قلبية صعب ان الانسان يوصل لها وصعب انه يحافظ عليها في كل لحظة ولحظات، والا فهو يحصل له فتور احيانا. طب ساعة ما يحصل الفتور ده يسيب الامر عشان ينشغل بالجمعية ولا يسيب الجمعية عشان ينشغل بالامر؟ هيقول لا، يطرح الجمعية ويبادر الامر وعلم انه لا يسعه غير ذلك، وان الجمعية فضل والامر فرض، ومن ضيع الفروض للفضول حيل بينه وبين الوصول. لكن اذا جاءت المندوبات التي هي محل الارباح والمكاسب العظيمة والمصالح الراجحة من عيادة المريض واتباع الجنازة والجهاد المستحب وطلب العلم النافع برضو المستحب والخلطة التي ينتفع بها وينفع غيره ولم يؤثرها على جمعيته، اذا رأى جمعيته خيرا له وانفع منها، هذا غير آثم ولا مفرط إلا إذا تركها رغبة عنها بالكلية واستبدالا بالجمعية فهذا نقص. يعني إيه؟ واحد في دلوقتي شهود جنازة، شهود الجنازة هيبص يلاقي فيه زحمة وفيه تراب وفيه شيل وفيه بتاع، وهو ممكن يقعد يتدبر آية كده ماشي كده ويقعد يفكر فيها ويقعد يصلي ركعتين بخشوع. وفي مريض مطلوب يزوره ممكن ما يروحش يزوره عشان يقعد يفكر في حاله ويراقب نفسه ويهذبها ونحو ذلك. وفي خلطة بالناس يعلمهم ويتعلم منهم، وبين هو يقعد لوحده ويسيبه وجع الدماغ بتاع الناس. معانا كده؟ هو الكمل الكامل هون اللي بيجمع بين كل الحاجات دي، اللي هم الرسل الكرام واصحابهم الكبار رضي الله عنهم، ان هو كان بيؤدي الحقوق دي كلها ولما تأتي الصلاة كأننا لا نعرفه ايه ولا يعرفه، مش كده؟ ولما يقعد يعني يقول ارحنا بها يا بلال، بيحصل له الامر ده بكل ايه؟ بكل ايجابيات، يعني يحصل له الامرين مع بعض. طب احنا مش قادر يوصل للموضوع ده، انهون احسن حسب حاله، بس شرط انها تكون مندوبات، شرط انها تكون الحاجات دي اللي هيسيبها تكون مندوبات. والافضل بلا شك ان هو ياتي هذه الامور لانها مكاسب ويجاهد نفسه في الايه؟ في حصول الجمعية. وده امر مش سهل طبعا بلا شك، ان الانسان يبقى يقدر يخالط الناس على الدوام وفي نفس الوقت قلبه ايه؟ فوق خالص. يعني حاجة طبيعية، انت ممكن تقعد تشتغل مع في امور الدنيا تيجي تصلي بالليل مش قادر تصلي، فضلا انك انت يحضر قلبك كما ينبغي، انت بتبقى واقف تقول اه 40 هيخلص الثالث امتى، مش هو ده الحضور. الحضور ده انت هتفضل تقرا ممكن الايه تقعد تكررها مرات وتبقى ما انتش ايه؟ ما انتش عايز تخلصها، مش عايز اخلصها عشان اخلص الورده اللي عليا وخلاص. معانا كده؟ طب ايه اللي تعبه كده؟ ما هو عشان قعد، عشان ركب مواصلات، عشان راح زار المريض ده، عشان راح الشغل بتاعه، عشان يتكسب من طب هذا الامر بقى يعمل ايه الانسان فيه؟ عن هون يقدمه؟ فهو بيقول ان منهم من يكون متمكن من كده بس بيشيل النوافل اللي هي من هذه النوعية علشان يحصل الجمعية. والصحيح ان هذا الامر هيجي بقى اللي هو اكمل من هذا. بيقول هذا اللي هو ساب المستحبات غير آثم ولا مفرط الا اذا تركها رغبة عنها. بلاش يا عم بلا حضور جنائز، بلا عيادة مريض، بلا وجع دماغ مع الناس، بلا حضور دروس، لا سيبك من الكلام ده يا عم، خليك صلح نفسك المهم. اهو ده بقى يبقى ربما آثم عشان يقول الجمعية، هذا ناقص. أما إذا قام بها أحيانا وتركها أحيانا لاشتغاله بجمعيته فهذا غير مذموم، بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع، إنه بيعتكف 10 أيام نقعد ملوش دعوة بحاجة علشان إيه؟ علشان يحصل الجمعية دي. وهو جمعية الاعتكاف المشروع هو جمعية العبد على ربه وخلوته به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه ويخلو به مع ربه عز وجل، ولم يكن يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال، انه بيعلمهم طول الايه الوقت. اذا دلوقتي بقى الاعتكاف مبقاش كده، ونسأل الله العفو والعافية، ولكن لانه هو فرصة الوحيدة ربما للتعليم. يقول ولهذا كان المشهور من مذهب احمد وغيره انه لا يستحب للمعتكف اقراء القرآن والعلم، وخلوته للذكر والعبادة افضل له،
واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة ان ده برضه مختلف اختلاف الاحوال. لو كان هو فعلا مهيئ لذلك انه يبقى ايام معدودة يحصل له فيها ذلك تلك الخلوة وهذه الجمعية، وهو متمكن من الناس بتتعلم وتقرأ القرآن وتتعلم علم في غير ذلك، فهو المطلوب. لا مش ربنا بيعاقبه ولا حاجة، بس ده واقع مشهود من الفضول، لان في فضول عن فضول، ما في فضل وفي فضل. لا ما هو ده الفضول مقصود بها المستحبات عموما. مستحبات دي اصلا ممكن انا ازور واحد واخد بالك وبعدين انا ده زيادة. لا مش حتى لو في بعضها بعض انواع الخلطة غصبا عن الواحد بينشغل وما بيقدرش يوصل الى ان هو يبقى قلبه حاضر ساعة تلاوة الايات، كما لو انه هو قاعد بقاله ساعتين بيقرا في الاية. والله اعلم. يقول فصل: واكمل من هؤلاء من اذا جاءه تفرقة الامر ورآها ارجح من مصلحة الجمعية ولم يمكنه الجمع في التفرقة اشترى الفاضل بالمفضول والراجح بالمرجوح. فإذا كان المندوب مفضولا مرجوحا والجمع خيرا منه اشتغل بالجمع عنه، فهذا أعلى الأقسام. والرجل كل الرجل من يرد من تفرقته على جمعه ومن جمعه على تفرقته فيقوي كل واحد منهما بالأخر. نصح المرة دي إن شاء الله. استغفرك وتوب إليك. غدا الخميس كنا صيام النبي عليه الصلاه والسلام. عروه بن الزبير الذي قطع رجله اثناء الصلاه، كيف وصل الى هذه الحال؟ هذه الدرجه؟ وهل هذه الحاله التي قصدها الصوفيه في الفرق؟ لا، في الجمع بقى مش في الفرق. هو دي حاله بلا شك كامله، ان الانسان زي ما قلنا ما يبقاش حاسس بالدنيا اللي حواليه لكثره انشغاله بالايه؟ بالعباده، الا اذا جه حاجه فيها مصلحه. زي ان هو يبقى قاعد منشغل ولو هو الامام وسمع بكاء صبيه بيخفف في الايه؟ في الصلاه. او ساعات ان هو يلاقي نفسه سرح مثلا طول قوي والناس وراه، فينبغي ان هو ايه؟ يستدرك، ينبغي ان هو يكون حاسس باللي وراه مثلا. كذا عبد الله بن الزبير الذي احترق الثياب في اثناء الصلاه، هل الغياب عن الواقع هو المطلوب ولم مطلوب من الصلاه ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا انشغال عن الدنيا مع كون هو بيبقى حاضر ساعة ما يكون لازم له حضور. اللي هو على سبيل المثال لو ان هو رحمه الله شاهد عقرب في الصلاة، يبقى مطلوب ان هو ايه؟ يقتله، مش كده؟ مثلا يبقى ده مشروع ان هو يكون واخد باله منه. فده جمع الكمل. يقول كثير من الناس عند دعوتهم الى الله يذكرون لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النهر فيدخلها. ثم يذكرون قصه الرجلين احدهما فوق الجبل عابدا والاخر تحت لاهيه عند اقتراب الاجل يبدل كل منهما مكانه، وكانهم يقولون لنا مهما عملتم فان القدر سيخذلكم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا كلام خطير جدا. طبعا الحديث ليس هذا مقصوده، الحديث مقصوده أن الإنسان لا يعجب بعمله، لأنك إذا وجدت معك فربما يختم لك بخاتمة سوء، كما أعجب إبليس بنفسه واغتر بها فختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. حتى لو كان معك عمل أهل الجنة إياك أن تعجب به، وإياك أن تتكبر به، إياك أن تحتقر الآخرين. في فرق بينك تكرههم على معاصيهم وبينك تزدريهم وتحتقرهم، وان انت تتعالى عليهم، تبقى انت في الحقيقه عمال يعني تاخد من امراض القلوب الكبر والعجب، وهم بياخدوا امراض الشهوات والفعل المحرمات، وانت ربما تهلك بسبب ذلك. وما تيأسش بس من رحمه ربنا، فان الرجل يعمل عمل اهل النار حتى يكون ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيشرق عليه الكتاب فيعمل بعملها الجنه
فادخلها. فما تقولش والله لا يغفر الله لفلان، انت ممكن ربنا يتوب عليه في اخر لحظة، ما تفتكرش ان انت ضمنت الجنة وان هو ايه دخل النار حتى. هذه معنى ايه الحديث، وده معنى القصة، وليس معنى ان انت لا تلائس الناس من رحمة الله ولا تحتقرهم ولا تتكبر عليهم، وخاف على نفسك وكن دائما بين الرجاء والخوف، فارجو رحمة الله ان يتمم عليك بالحسنات ويختم لك بخاتمة السعادة، وتخاف ان يطلع ربك من نفسك على كبر او عجب او غرور يختم لك بخاتمة سوء، نعوذ بالله من ذلك. ولكن ليس معنى الامر ده ان الايه القدر سيخذلك، نعوذ بالله. الحقيقة ان الامر ده باسباب من الانسان، وهذا الامر في الحقيقة بعدل من الله عز وجل، والحمد لله ان القاعدة في الاغلب الاعم ان الاغلب ان اللي بيعيش على شيء بيموت ايه عليه، ولكن هل في استثناء يخليك خايف؟ تبقى انت الواحد في المية ده، تبقى انت الواحد في الالف ده، تبقى خليك خايف. لو لم يكن، لو قيل انه لا يدخل الجنة الا واحد رجعت ان اكون انا، ولو قيل لا ينجو من النار، يعني ينجو كل الناس من النار الا واحد، لخشيت ان اكون ايه انا. فالواحد يكون بين خوف والرجاء. بيقول ما هو مقياس الوصول، بمعنى متى يصل الرجل ومن الذي يقول له انك وصلت؟ لا، دي حاجة قلبية في الحقيقة، ان الانسان وصل ده يعني ايه، هو طبعا عندهم وصول المشايخ بتاعهم هم اللي بيقولوا لهم، لان المشايخ دول عندهم ايه الكلام ده بالنسبة لهم هم مكشوف عنهم الايه الحجاب، فالشيخ هيقول له انت وصلت او الثاني يقول له، او هو الشيخ يحكم لنفسه. لكن احنا مش عايزين نشتغل قوي بكلامهم الا علشان نحذر من الخطأ في الباب ده. هل الامر ده ان الانسان ممكن يصل الى شهود الحقيقة اللي كانوا دايمون؟ ده امر مطلوب، ان هو بيستحضر دايما في كل لحظة من اللحظات هذا المعنى، ناخد الحق اللي عندهم ونترك الايه الباطل. يقول قلت ان الامور كلها مردها الى شيء واحد وهي ارادة الله، هل نقول على ارادة الله شيء واحد؟ صفة من صفات الله عز وجل، هي صفة من صفات الله. ان مقصودنا توضيح كلمة الجنة، اخبرنا مقصودنا توضيح كلمة الجمع، والإرادة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء، صفة خلقه عز وجل الله سبحانه وتعالى، هذه الصفة أنه الخالق سبحانه وتعالى، هذا الاسم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قل هذا الصفة.